يبقى قول الحق ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما هي الآيات التي كانت ثمنا؟ الآيات التي كانت تدل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. أم هم كتموها؟ هم كتموها ليه؟ قال لك لأن اليهود نحن نعلم أن الله أخبر عنهم بأنهم قطعوا في الأرض، أنهم قطعوا في الأرض. انظر إلى دقة الأداء في قوله سبحانه قطعناهم في الأرض أمما. احنا هنقف عند كلمة قطعنا وعند كلمة إيه؟ أمم. حينما بددهم في الأرض، الآية اللي تدل على كده إيه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. قال عليه جئنا بكم لفيفة يعني إيه؟ مجتمعين. الله، إذا قبل مجيء الآخرة مش هيكونوا مجتمعين، متفرقين. متفرقين في أين؟ في كل مكان.